ورجعنا لكم بعد الفاصل، ودلوقتي معايا فقرتنا الطبيه اللي هنتكلم فيها عن مرض مهم جدا وناس كتيره جدا جدا بتغفل عنه او ما بتتوقعش انها ممكن تكون عندها، خصوصا في الطبقات اللي ممكن تكون المتوسطه او الاعلى من كده، ان هي ما بتتخيلش انها ممكن تكون اتعادت بيه. فقرتنا النهارده هتكون عن مرض الجرب، واللي هيكلمنا عنه النهارده باستفاضه دكتور احمد عفيفي، استشاري الامراض الجلديه والتناسليه بكليه الطب جامعه عين شمس. اهلا بحضرتك يا دكتور، اهلا وسهلا منورنا. بحضرتك، بنور حضرتك، ربنا يخليك. احنا عايزين بقى، معلش النهارده يمكن الحلقه النهارده او فقرتنا النهارده، كنا في الاول بنتكلم عن المشردين، واكيد طبعا يعني الموضوع طبعا له تعلق بالامراض الجلديه بالظبط. وطبعا عدم طبعا النظافه المستمره والكلام ده كله، فبنتكلم النهارده عن الجرب. طبعا عايزين تشرح لحضرتك بقى الساده المشاهدين اوكي يعني ايه مرض الجرب. تمام. هو طبعا مرض الجرب ده عباره عن عدوى بيسببها بارازايت او طفيليات بتتنقل من انسان للتاني، في بعض الحالات ممكن تتنقل من حيوان للانسان. بعض الناس او زي ما حضرتك قلت كده ما بيعتقدوا ان مرض الجرب ده بيجي نتيجه قله النظافه، تمام، وده اعتقاد خاطئ تماما. أكيد. يعني مرض الجرب ده عدوى زي دور البرد، تمام، فدور البرد ممكن يجي لاي حد، فبالتالي الجرب اي انسان معرض ان هو يجيله إن هو يجيله العدوى. الجرب. بالظبط. طيب طرق انتقال العدوى، او انا ازاي يجي لي العدوى؟ زي ما قلت حضرتك، قلتي ان ممكن اعلى الطبقات يجي لها. هو ده بقى ده الاسباب بتاعت مرض الجرب، بالظبط. ازاي بقى ينتقل لي العدوى عشان خاطر اقي نفسي من ان انا ما اجيليش، بالظبط. هي من ح... وامتى طبعا بتيجي. اه طبعا هو من حسن الحظ ان مرض الجرب ده بيحتاج ايه، اقامه مع شخص مصاب بالمرض فتره طويله، تمام، مش جاست بالتلامس، يعني يعني مش مش واحد مجرد ان عنده انا مجرد سلمت كده سلمت عليه سلمت اتعادي. عليه يبقى لا انا اتعدي. لا، اول حاجه ممكن الـ تغيير المكان، او تمام ان انا ابات في مكان مش مكاني، في تمام فندق، في مكان تاني، في سرير أو في فرشة غير سرير، في فرشتي. فرش غير فرشي، بالظبط كده. تمام، فبتبتدي تنقل المرض، لان هي البارازايت او الطفيليات دي هي بتعيش في طبقات جلد الانسان السطحيه، وما تقدرش تعيش بره جسم الانسان اكتر من يومين او 3 ايام. يعني لازم يكون ليها العائل اللي هو الإنسان، لازم ليها يعني العائل الانسان بالظبط عشان تقدر تعيش. لو خرجت بره جسم الانسان، ممكن في الملايات، ممكن في المخدات، الحاجات اللي هي التولز الشخصيه، اقصى حاجه 2 لـ 3. لو ما اتنقلتش في خلال 2 لـ 3 دول تمام. لانسان تاني قعد او نام في نفس المكان ده، تموت. فيما معناه ان احنا يعني مثلا هنفترض ان في مثلا حد موجود في مثلا زي المدن الجامعيه او بالظبط. الفنادق او الكلام ده كله، ففي المرض خلاص، في حد حامل المرض وموجود في الفرشه. بالظبط كده. طيب لو الفرشه دي محدش نام او بات فيها شخص غير مصاب في الفتره بتاعه اليومين او الثلاثه دول، خلاص هي كده خلاص الحشره ماتت او الحشره ماتت. بالظبط. الطفيل لان مات. لما لقاش العائل اللي يقدر ايه ينتقل اليه، ينتقل ايه؟ فبالتالي بتيجي هنا اهميه الشمس وتهويه الاماكن، لان اشعه الشمس بتساعد ان هي تموت البرازيت دي بسهوله. غلي الهدوم، كوي الهدوم كويس قوي، تمام، بتساعد في ايه، ان احنا ان في احنا الوقايه، او نقلل او نقلل الوقايه، ان فرصه احنا ما يحصلش ان الحشره الاصابه دي تبقى بالمرض موجوده. دي. بالظبط كده. تمام. طيب احنا دلوقتي بما اننا قلنا الاسباب اللي ممكن تؤدي ان المريض يتعدي بحاجه زي كده، عايزه اعرف بالذات الانتقال للعدوى من الحيوان بالذات، لان بيبقى في ناس كتيره جدا بتقول لك انا خلاص انا عندي مثلا مربيه قطط وكلاب، وطبعا في الطبقات العاليه جدا، ايوه طبعا. واللي طبعا اللي بتربي طيور في البيت او بتربي حاجه في البيت برضو بنتقل لها برضو العدوى عن طريقها. دلوقتي فرض نقلوا العدوى من الحيوان اللي هو مربيه في البيت وجاله، هل ينفع ان هو يبقى معدي للي حواليه، ولازم برضو العدوى تيجي من الحيوان نفسه اللي موجود؟ لا، هي دي من حسن الحظ ان هي لازم من حيوان لانسان، بس لو جات لي العدوى من حيوان ما اقدرش انقلها انا الانسان. يعني لو تعديت من حيوان انا مربياه يجي لي انا، يجي لي انا بس ما يجيش واقعد للي معايا. فتره، وبعدين البرازيت دي ممكن حتى تموت لوحدها، تمام، بس اقعد فتره معينه عندي احساس الهرش ده، وبعد شويه ممكن يختفي نتيجه ان البرازيت دي انتقلت الى عائل غير اساسي ليه. غير اساسي ليها. الاساسي ليها اللي هو الحيوان. تمام، في الحيوان لازم ليها العلاج بشكل مكثف. بشكل مكثف. انما بتتنقل الانسان، تعمل هرش لفتره معينه وبعد كده يبتدي يروح، بس معرض ان هو للتكرار العدوى دي لما بيكون ايه في تربيه حيوانات، واشهرهم طبعا
الأرانب، الأرانب، الحمام، الأغنام. الأغنام، الحاجات دي كلها دايما اللي بيربوها بيشتكوا من الموضوع ده، إن بيجي له هرش متكرر يقعد كام يوم وبعدين يروح وبعدين يرد تاني، ده وبيبقى نتيجة مش عارف تكرار هو جاي العدوى، له مش منين، عارف انا بالظبط يعني ده. انا كويس وانا بستحمى ونضيف أيوه ودايما بالظبط. بينكروا ان هم يعني. طب انت ايه اللي حاصل؟ يقول لك انا ما اعرفش. أيوه دي حقيقة. كمان ده احنا بالنسبة لنا كدكاترة جلدية أوقات بجد صعوبة في توصيل المعلومة، يعني لما يكون في مريضة هاي كلاس وكده وانا لقيت ان هي مش قادر عندها تقول العدوى ما ببقاش قادر اقول اجيبها لها، لها منين. بالظبط بقول لها دي عدوى وهناخد لها العلاج وان شاء الله تبقي طب ممكن كويسه. حضرتك تقول لي اسمها ايه؟ بلاش. بالظبط. تمام. طيب احنا عايزين لو حد بقى دلوقتي دخل العياده عند حضرتك وابتدى يقول انا عندي هرش، ايه الحاجات، الاعراض او الاسئله اللي بتسالها له عشان تحدد اذا كان المريض ده عنده فعلا جرب ولا لا؟ تمام. طبعا بالنسبة لموضوع الهرش ده ليه أسباب كتيرة جدا في الطب، يعني ملايين الأسباب ممكن تعمل بالظبط. هرش. المرض الجلدي معروفة، مش اتنين هرش بالظبط. يعني، الهرش على طول. يعني مش أي واحد بيهرش يبقى عنده جرب، لا في أسباب كتيرة جدا، فلازم الأول نشخص سبب الهرش. تمام. فأول حاجة هو مريض اللي بيجيله عدوى الجرب ليه بيهرش؟ هو بيهرش نتيجة رياكشن أو تفاعل جهاز المناعة مع الطفيل اللي هو دخل في جلده، لو تمام في كائن غريب دخل فانا جهاز المناعه بتاعي هيبتدي يقاوم. تمام طيب عشان يبتدي يقاوم بيظهر المقاومه دي في خلال اسبوعين، يعني ممكن يكون سافر في بلد تانية وقعد في فندق ورجع ومش عارف ومش سبب عارف العدوى كانت حاجه، امتى وبعد وفين، ما رجع ابتدى يحصل له الهرش بعديها ب 10 ايام او اسبوعين، ويبتدي يلقي اللوم على حاجات او اماكن تانية هو ما كان ويبتدي فيها. ينقل المحيطين بيه من غير ما هو يشتكي اساسا، لان تمام. لسه الاعراض ما ظهرتش لسه ما عليه. ظهرتش. بالظبط. تقريبا بتاخد فترة قد ايه يا دكتور؟ 10 ايام لاسبوعين من ما عشرة ايام، بين انتقال البارازايت او الطفيل وما بين بدايه الاعراض، ما بين الاصابه بيه وما بين الاصابه بيه وما وما بين بين ظهور ظهور العرض. الاعراض. من الحاجات اللي هي بتبقى صعبه بقى لو العدوى اتنقلت لشخص مناعته ضعيفه، تمام. يعني مريض مثلا ايدز، مريض بياخد ادويه مثبطه لجهاز المناعه، فدي بتبقى مشكله كبيره جدا. مشكلة ليه؟ كبيرة، لانه جهاز المناعه بتاعه مش هيتفاعل مع البارازايت او العدوى اللي جات له، فما بيهرش، فما ما عندوش بيهرش، أعراض. فيبتدي طالما ما بيهرش مش هيكشف، مش بالظبط، هيروح هو ما عندوش لدكتور، مشكلة. والطفيل يبتدي يتكاثر في جسمه بأعداد كبيرة جدا، تمام. ويبقى في الحالة دي يعني يقدر ينقل العدوى بسهولة جدا لكل اللي حواليه ومحدش عارف من غير ما هو يكتشف وإيه بيبقى ولا فيه. طيب يتعالج. الاعراض بتبقى ظاهره مثلا كاعراض طفح جلدي على جلده ولا بيبقى مش هو واخد باله؟ بس ممكن يحس ان سمك الجلد ابتدى يتخن، ابتدى يظهر احمرار، ابتدى يظهر قشور على سطح الجلد، وممكن في بعض الحالات القشور دي تبقى تخينه جدا تمام. وتتشابه مع مرض تاني اسمه مرض الصدفيه، يعني في بعض بالظبط، الحالات اللي هي من السيفيريتي او الشده بتاعتها ممكن تتشابه او تلخبط او تختلط مع تتشابه مرض مع تاني. امراض تانيه. بالظبط طيب كده. يمكن احنا في الفقره الاولى كنا بنتكلم عن الهوملس والمشردين، وكنا بنقول ان هم ممكن فعلا يجي لهم مرض الجرب. في نوع من انواع امراض الجرب يمكن بنسميه المرض النرويجي او النرويجن سكيبس، ايه اللي بيجي عاده للناس فاقدي الاهليه دول. ده بينتقل لهم على اي اساس وبيبقى عباره عن ايه بالنسبه للناس دي بالذات؟ ده يعني طبعا هو مقيم في الشارع في مكان، يعني مش مكان نظيف، مش مكان تمام. مؤهل، اي حد موجود او متواجد في المكان ده ممكن المايت تبقى موجودة تمام. مكان ما هو قاعد فتنتقل له العدوى. دي طريقة، والطريقة التانية عن طريق الحيوانات برضو، القطط، الكلاب، الحيوانات اللي بيتعامل تمام. معاها ممكن برضو تتنقل العدوى. كمان ما فيش نظافة، ما فيش لان فده بيساعد ان المايتس دي تتكاثر في على الجلد الجلد. بتاعه. تمام. ومش بس الجرب اللي بيجي للمشردين، لا في امراض كتيرة ممكن تتنقل زي حشرات الراس، في بعض حشرات اللي هي بتيجي في شعر الجسم نفسه، تمام. في الفطريات، ودي بتنتشر مع خصوصا مع تربية القطط والكلاب، التنية الفكرة في الحلقية، ان ببقى أمراض دايما كتيرة اقعد جدا. اتساءل ان المشرد بيبقى قادر يستحمل ازاي؟ هل فعلا بتبقى الاعراض بتاعتها اخف، او هي مثلا موجودة في صورة طفح جلدي كبير بس الهرش زي ما حضرتك ما بتقول كده ممكن يكون مش موجود؟ هو أول حاجة المشرد ده ما بيبقاش بتبقى مناعته ضعيفة، تمام. لأنه هو ما بياكلش كويس، ما بيشربش كويس، قاعد في مكان غير مؤهل، نفسيته تعبانة، فممكن حتى يبقى يتعود على موضوع الهرش ويبقى ادابتد بالنسبة له، تمام. ان هو مش مهتم. مش مهتم، فيعني اللي هو وما يقدرش وما بيقدر يعني وساعات بيبقى فاقد حتى لو عنده الأهلية، مش ما حتى لو عندوش عنده حتة السنس أو الإحساس بنفسه. بالظبط، وحتى لو عنده احساس الهرش هو مش قادر يجي يكشف او يروح لدكتور او كذا،
ف يعني سايب نفسه للمرض. سايب نفسه للمرض، وطبعا يعني لغايه ما يجي حد بقى ينقذه يعني ربنا بيعافيه، ان بالظبط هو كده. يمكن ربنا ميسر له حاله زي ما بيقولوا يعني. طيب نرجع برضو مرجعنا تاني للاعراض، هل في حاجه معينه اول ما بتسمعها من العيان بتقول انت عندك مرض الجرب ولا هو مفيش؟ طبعا احنا في كذا نقطة بنهتم بيها. اول حاجة مناطق الاصابة، تمام ان هي الطفيل ده بيحب يجي في مناطق اللي بيكون سمك الجلد رفيع فيها، تمام اشهرها ما بين اصابع الايدين، على الرزغ، ثنايات الجلد تحت الابط، ما بين الفخذين، تمام منطقة البطن، الثدي. المناطق دي بتصاب اكتر عن منطقة الظهر، المناطق اللي بيكون فيها الجلد تخين، كفوف الايدين والرجلين دول صعب ان هم يمكن يتصابوا. علشان الحشرة بتلاقي الحشرة ما سكتها أسهل. بتقدرش في الجلد الرفيع بتقدر تتحرك فيه او تمشي تحت الجلد بسهولة، تمام انما الجلد التخين ما تقدرش تتحرك تحتيه بسهولة. تمام تاني حاجة بنسأل عليها ان في اكتر من حد في البيت بيهرش، يعني الزوجة، الاولاد، مجرد ما لقينا يعني ان في بسأل عن تاريخ البيت نفسه، في حد زيك ولا لأ؟ التاريخ المرضي بالظبط، ان في حد تاني بيهرش في البيت ولا لا، تمام هل كنا مسافرين او مغيرين المكان في خلال الاسبوعين اللي فاتوا، تمام حد توقيت جالكم مثلا الهرش. غريب عندكم البيت؟ بالظبط كده، حد جه عندكم وبعد ما بيت عندكم وبعد كده بعد ما مشي ابتدى الهرش يظهر. تمام توقيت الهرش غالبا معظم مرضى الجرب بيشتكوا ان الهرش بيزيد اكتر في توقيت بالليل، تمام لان الحشرة اثناء النهار بتكون قاعدة ما بتتحركش في الجلد، بتبتدي تتحرك في فترة الليل، فالحركة بتاعتها دي هي اللي بتستثير جهاز المناعة وتعمل ايه، احساس الحكة يعني الحفر وكده. اللي هو تحت الجلد، الحفرة وتبتدي اللي ان تحت هي الظهر فتبتدي تنشط بالليل. بالظبط يمكن كده. اكتر حاجه فعلا بيشتكي منها مريض الجرب ان هو دايما بيشتكي بالهرش وما ليلا، بيقدرش ينام من يقول لك الهرش. انا بيصحيني من النوم. ايوه بالظبط كده. طيب انا عايزه اعرف من حضرتك بقى علاج الجرب ايه، لانه اعتقد ان هو ممكن يكون علاجه سهل ومحدش واخد باله، بس يعني الناس بتكش من الموضوع وبتخاف. بالظبط. لا، علاجه سهل جدا، ده بيبقى عن طريق بعض اللوشنز الموضعيه كده اللي بتستخدم على الجسم، ممكن يعني من ابلكيشن او ان هي تستخدمه يوم واحد مرة واحدة يكفي، او انها قد تحط نخليه اللوشن ده مرتين، مرة اللوشن واحدة. مره واحده بالليل وتسيبه لتاني يوم الصبح، تمام او قد نخليه مرتين يوم وبعد اسبوع نعمل كمان يوم، وبيكون طبعا في شاور كويس بليفه كويسه عشان نقدر ايه ليفة نفتح خشنة ليفه خشنه نقدر، عشان نفتح البارز او او طبقات الاماكن، الجلد طبقات الخارجية. الجلد اللي كانت البارازايت ماشيه فيها، عشان اللوشن يقدر ايه يعدي عليها ويموت البارازايت دي. في بعض الاعراض برضو موجوده ممكن تتناول بالفم، بتساعدنا ان احنا نقضي على الطفيليات دي، يعني المرض سهل ان هو يتعالج. سهل جدا يعني. طيب هل في تعليمات بقى بقدر اديها للمريض نفسه، بقول له تعمل كذا او تعمل كذا عشان خاطر يبقى يعني اكيد في طبعا تعليمات نظافة اكيد؟ اهم نقطه بننبه عليها المريض ان زي ما هو هيستخدم العلاج، كل المقيمين اللي معاه في البيت لازم يستخدموا العلاج حتى حتى لو لو ما هم ما بيهرش. عندهمش. ليه بقى؟ لان احنا قلنا في الاول ان فتره حضانه البرازايت اسبوعين، تمام فممكن ابنه يكون اتعدى بس لسه عدى عليه اسبوع، بس لسه ما لسه ظهرش الهرش عليه ما الاعراض. ظهرش عليه، بس هو اوريدي انفكتد او عنده العدوى، تمام فلو عالجنا ده وسيبنا ده شويه ده هيرجع يعدي ده تاني. بالظبط فبالتالي لازم كل الاهل اللي مقيمين في نفس المكان يستخدموا العلاج. تاني حاجه بننبه عليها الفرش، لان ده زي ما قلت لحضرتك ان البرازات بتعيش يومين 3 ايام في الفرش، فلازم بقى الملايات، المراتب، الهدوم، كل دي بقى تتكوي او تتعرض للشمس. الهدوم ممكن تتغلي، او في حاجه فيري سيمبل يعني، ممكن بس مجرد لو الهدوم اتحطت في كيس واتربطت كده واتسابت 4 5 ايام، خلاص تقصد دي حضرتك فتره ان هو كافيه. ان انا بعزل الطفيل نفسه الطفيل اللي هو بمنع عنه اللي هم ال 48 ساعه، اللي هو لو ما لقاش اللي العائل هو ما الجديد. لقاش العائل الجديد بالظبط تمام فيموت بقى. يعني بجمع الهدوم وبحطها في اكياس بلاستيك او كده وبقفل عليها، اقفل عليها 4 5 ايام كده امنع نوع ميه خلاص وهواء. بالظبط. طيب في حاجه تانية ممكن اقدر اقولها او نصيحه لمريض الجرب، يعني اقدر اقول له مثلا ما تقعدش مثلا في تجمعات، ما تحاول انك انت ما يبقاش في حد مثلا بيستعمل حاجاتك او ادواتك او اي حاجه او ما شابه. طبعا يعني مهم ان احنا بعد تشخيص المرض، ان هو على الاقل بعد ما المرض يتم تشخيصه، ان هو يعني ما يعني ما يروحش الشغل او في اماكن اللي ممكن ينقل فيها العدوى، غير بعد ما ياخد العلاج مظبوط. لازم الادوات الشخصيه بتاعت كل حد تبقى خاصه بيه، ما حدش يستخدم تمام الفوطه بتاعتي، انا ما استخدمش فوطه حد، ما نامش في مكان حد انا ما اعرفوش، تمام او
يعني اتليست ان انا اهتم ان انا بتشميس المكان كويس او ان انا اكوي طيب الملايات او بمناسبة الشمس، بنسمع دايما ان احنا يعني حتى في التجمعات او اماكن زي اللي احنا بنبقى اماكن المغلقة مثلا المدن الجامعية، الجيش، السجون، الاماكن اللي فيها ناس كتيرة موجودة، ساعات الدكتور بيوصف العلاج وبعض الدكاترة بتقول بعد ما تدهن العلاج روح اقف في الشمس. الموضوع ده صح ولا غلط؟ هو طبعا الشمس دي مهمة جدا، يعني لا، اثناء دهان العلاج، اثناء دهان لان طبعا العلاج بيبقى الموضوع يعني هي مهيج أه للجلد أه جدا. أه لا هي اهم للفرش مش للشخص، تمام. يعني الشخص ما يهمناش قوي ان هو يتعرض للشمس، اللي يهمني للشمس الفرش او الملايات، المخدات، المراتب، الحاجات اللي هي ممكن تنقل العدوى، تمام. انما الشخص هو العلاج كافي ان هو يخففه. بس يعني حتى لو حضرتك تلاحظي ان مرض الجرب بيزيد فرصته في الشتاء، في الشتاء عشان يعني الكتمة والبطاطين بالظبط، والدفى ايوه بالظبط كده، في الصيف حالات العدوى بالجرب بتكون اقل كتير من فصل الشتاء، تمام. المنازل او البيوت اللي بتخشها شمس ما غير بيخش اللي ما ما بيخشهاش بيخشهاش شمس. بيخشهاش الجرب. ايوه أكيد طبعا. أنا في نهاية الفقرة، أنا سعيدة جدا بحضرتك النهاردة انا دكتور أحمد، اسعدت نورتيني النهاردة. الله دكتور يخليك. أحمد عفيفي، استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جامعة عين شمس، نورتيني يا دكتور. بنور حضرتك، شكرا. في نهاية فقرتنا بنقول إن المرض الجرب مرض عادي جدا، مش عيب ولا حرام إن هو يجي لحد، وبيجي للناس كلها على جميع المستويات وجميع الطبقات، الاول الطبقه المعدمه لغايه الطبقه المتوسطه لغايه الطبقه الغنيه، وخصوصا اللي عندهم تربيه كلاب وحيوانات، وده بيبقى يعني علاجه سهل جدا. يعني خلصت حلقتنا النهارده، واستناكم الحلقه الجايه. كل سنه وانتم طيبين، ومعاكم ايمان عزيزه وسكه السلامه.